مشاهدينا مشاهدي بيت للكل، أهلا وسهلا بكم من الأردن ومن مدينة جرش. هذه الحلقة الخاصة جدا، خليني أسلم على كل الزملاء الأعزاء. طبعا سلم على لانا صاحبة الأرض والمكان، أهلا بك يا لانا. أصحاب بيت كمان شاركي، هيك بيحكوا الأردنيين، أنتوا أصحاب البيت. صاحبة الأرض والجمهور. خالد أهلا بيك، وأحمد أهلا بيك. وحنبدأ حالا حلقة جديدة غنائية جدا إن شاء الله تستمتعوا بها. إن شاء الله. إذا مشاهدينا زي ما حكت شابكي، أول إشي بتحكي إنه أنا صاحبة البيت طبعاً. إحنا الأردنيين، إحنا أصحاب البيت معاكي، خلاص بنيجي الأردن كتير أوي، فأنتوا صرتوا جزء خلاص يعني أساسي، ويعني وإحنا لما ننزل للقاهرة نفس الشيء. فهذا هي شيمة العرب كلياتها، بيت للكل، إنه هدف، يعني إنه فعلا نكون على قلب وعلى هدف واحد. مبسوطين اليوم إحنا في جرش وبيت للكل. خلينا مرة هالمرة اسمحوا لي نعكسها، إنه الأردن هو بيت للكل. فأهلا وسهلا بكل ضيوفنا القادمين من كل أنحاء العالم لهالمهرجان الثقافي والفني. زي ما بنحكي إحنا قلوبنا وبيوتنا مفتوحين للجميع، فأهلا وسهلا فيكم. بالتأكيد طبعا ما نشعر بالغربة وإحنا نتواجد في الأردن، وخاصة جرش الساحرة الهادرة، وهذه النسمات الجميلة والأصوات التي تسمع من خلال برنامجنا العربي بيت الكل، وأيضا النكهة الجديدة وهي ضيف الشرف تكون مصر الحاضرة بقوة، مصر الثقافة والأدب والفنون، أن تكون ضيف شرف في مهرجان جرش، ولأول مرة يكون ضيف شرف في مهرجان جرش.